سادة يا سادة يا كرام، في عندي قصة صغيرة جرت عند أبو سعيد صاحب حمام السبع طوالع، وهي عبارة عن هيك نتفة صغيرة يعني، بس والله حابب أروي لكم ياها. طول بالك علينا أنت تاني، معلش الله يخلي لي إياك، ازرع بيد، معلش مو مشكلة. يا سعدو سعدو، السلام عليكم. وعليكم السلام والإكرام، أهلا وسهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، نعيمة مباركة إن شاء الله من زمزم إن شاء الله، أهلا وسهلا ومرحبا. نور معلم. لك شو قصة الوقاد برا؟ طلع شوفه ليكون نايم هذا. خير في شيء؟ قال في شيء، قال معلوم في. أخي مالك شايف شلون أبو مستو شفايفه مزرقة بالبرد؟ إي والله برجوها كثير يا سعدو. إي بقى اطلع على الأمين لبرا ورش الوقاد، رشه بكاسة مي هيك باردة على وشه بركي بيصحى. بأمرك معلم. وقل له، قل له خليه يبطل يحط حطب مشموش، خليه يحط حطب جوز، حطب المشمش ما عم يدفي منيح، والله ما عم يدفي، والحمول الماضي لحق رطوبة، بقى خليه ينشرع على الأسطوح، أضمن. بأمرك معلم، بأمرك. وينك؟ مور معلم. وقل له خليه يكتر الأشائيش حتى تهب النار منيح وتلعلع لعلعة، لأنه إذا أسعست أسعسة بتطول لحتى تحمي بيت النار حماوي من يلي بالك أوام. حاضر معلم. الله معك. عفوا يا أخ، 10 دقايق بالكتير وبتكون المي عم تغلي غليان. غليان مثل نار جهنم، الله يبعد عنا وعنك. تفضل طاح اخي بالبراني وخذ كاسه شاي على بين ما يستتب الوضع استتباع حسن. ماشي يا سعيد. اهلين وسهلين ومرحبتين يا ميت مرحبا. اهلا ابو محيا. ابرك معلم. خلص الزبون من ايدك وتعال عندي اواني. يلا يلا معلم، دقيقتين بس. مرحبا سعيد. ميت مرحبا، اهلا وسهلا ومرحبتين، يا اهلا وسهلا. شو طالعك من جوا انت؟ لك من جوا ما حدا تخلص هسا، ما حدا تخلص انت. ايه صحيح، بس الصابونه اللي اشتريناها من عندكم ايه ما عم ترغي. شلون ما عم ترغي بقى؟ الله وكيلك هالصابون صابون غار حلبي، يعني بمجرد ما تحسها حسحسه على راسك بلا معنى، ايه بتقم الرغوه قام. ايه حسيتها اكثر من 100 مره وما كانت ترغي. شفت شلون؟ ما قلت لك راسك زنخ زناخه ما ترخيت؟ يعني معلش لا تاخذني، لا تشوفني هيك. شوف انا بنظر للزبون نظره واحده. واحدة بس، ومن بعدها طالع أصله وفصله. أنت تحممت عندي قبل هالمرة؟ لا، هي أول مرة. يا أهلين وسهلين ومرحبتين، إن شاء الله نعيمة مباركة من زمزم إن شاء الله. جربونا مرة تصيروا من زبائننا باستمرارين، هذا هو شعار حمامينا. بس أنا خايف تكون هي أول مرة وآخر مرة. وليش يا نور عيوني ليش؟ شو ليش؟ لو كانت الشغلة شغلة صابونة وبس، كنا عنا فيها وما فيها، بس جوا برد كتير، ما صفي غير ينزل ثلج بالجواني. فظاعة على حكياتك، شو مسخنين؟ ايه تفضل تفضل لك هلا، لا اطلع اطلع على المرتفع واشرب شاي على مين ما ادبر لك تدبير، صابونة من صابوناتي اللي بتحمم فيها شخصيا. ان شاء الله لنشوف. يا ابو محيا. مر معلم. الله يرضى عليك يا ابو محيا. الزباين عم تشتكي من برودة المي، اطلع الله يرضى عليك، قل له للوقاد برا خليه يدلق انخالة دلق بالوجاء، وإذا كان عم يوفر خشب الأبائية توفير، قل له خليه ينسى لي هالشغلة هلا، الزباين بلشت تضوج دواجان. ها؟ أمرك معلمي. لك شو القصة معك يا أبو سعيد؟ خير أبو رسمي؟ شو بعتلي أخلاقك؟ معلوم دي أخلاقي، المناشف أعطتني إياها كلها ريحتها لحمة بالصحن. ايه بسيطة، لا تنقهر ولا على بالك، بجوز اللحام ابو عامر تلفلف فيهم قبل منك، مع انه والله ابو عامر نظايفي، طول عمره نظايفيها، طول عمره بيتحمم عندي اصلا. العافية معلم. اهلين سعدو. بقول لك الوقاد بالامين ما عنده شيء يشعله بالوجاء، لا حطب مشمش ولا حطب جوز، ما عنده شيء بنوب. لك روح قول له دبر حاله تدبير بورق جرايد وخشب صحاحير بكراتين ما بتفرق، المهم يا سعدو تضل النار شاعلة، زباين ضاجة. بأمرك معلم. هوا. ما شو قلت يا ابو سعيد؟ ولا يهمك ولا يهمك، هلا راح بعطيك مناشف جديده ما تنشف فيها الا انك نسيان ابو نزار، بقى لا تزعل ولا على بالك، اطلع اطلع انت عود على المرتفع واشرب كاسه شاي عربي ما بتحمل مي، اوامي. مرحبا معلم. اهلين ابو محيون، طمني شو الاخبار؟ الوقاد عم بيقول انه السحاحير خلصوا والكراتين كل سنه وانت سالم، قالوا ما عاد عنده شيء يتحشو ببيت النار. ليكو التاني ليكو، يتحشو دحش بنار جهنم الهي. شو على غفله طمس مخه تطميس ونشل فكره شل؟ روح روح قل له خليه يستعير كم حطبه من حمام الانشاني، واذا ما لقى خليه يخطف رجله لحمام الملاطيلي. وبلكي ما لقى.
هلا خليه يمشي هالليلة على خير، وقول له اذا ما مشي الحال خليه ياخذ له كم ذبابه من سقيفه ويتحشهم ببيت النار. حاضر معلم. يا ابو خليل. نعم معلم. الله يرضى عليك، انشر المناشف تحت الانبع بالماء تقلقل قلقله وتعشعش فيها رطوبة عشعشي. اوام. حاضر معلم. يا ناري على المحبوب يا ناري ايدا في الحمام، يا ناري ايدا في الحمام. السلام عليكم. اهلين وسهلين ومرحبتين، وعليكم مثل ما ذكرتم يا اهلين وسهلين. يا ميت مرحبا اخي، اهلين وسهلين فيك، نور الحمام والله. بدنا نفوت نعملنا كم تم عندك، شلون عزماتك؟ ولو يا اهلا وسهلا ومرحبا، ان ما وسعكم حمامنا بيسعكم قلبنا يلي بصدرنا. شرفتوا اخي، يا ميت مرحبا، اهلين وسهلين ومرحبتين. شلون المي عندك؟ وشلون ولا يهمك ولا يهمك. خوش هو من حقك تسال، ومشان طمنك انا راح اقول لك المي عندي مثل النار الكاويه، والصابون معك صابون؟ لا والله. والصابون بترخي مثل زبد البحر بعد العواصف العاتية. معك مناشف؟ لا والله. والمناشف بتلفك لف مثل الإيدين الحانية. بدك ترابي حلبية؟ ايه ما في مانع. وعنا ترابي حلبية كل عطورات زاكية. بدك مكيس؟ ليش لا؟ وعنا مكيس له إيدتين تنتين، إيد بتكيس ناعمة طرية وإيد بتليف الخواصر واللية. معناته شغلكم تمام التمام. ولو شغل محترفين مو هوات نحنا، نحنا روح قلبنا نخدم الزباين شروع حسانا كيكي. ايه تفضل لك هذا. هي 30 مجيدية. بس 30 مجيدي كتير كتير كتير، هدول ما بطالعهم بشهر. والله على الخدمة اللي بدك تخدمني إياها تستاهل أكتر. بارك الله فيك يا سيدي، الله يخلينا اياك هيك ولا يحرمنا من انساك دخيلك. تفضل سيدي على المرتفع، عربي ما نجهزك هيك يعني ونلبسك ونعتني فيك. تفضل تفضل سيدي. شرفتوا يا اهلي وسهلين مرحبتين. يا مرحبا. وعليكم السلام والاكرام، نعيمه مباركه اخي. اهلي وسهلين عيدوا، اهلي وسهلين مرحبتين. اهلين ابو محيوم. معلم الوقاد عم يقول الحمام الايشاني حطباته يا دوب تكفيه، وحمام الملاطيلي بكفي اللي فيه. اوف لا حول ولا قوه الا بالله على شغلي هي، والله العظيم انا اصبح وينك. انسى الموضوع، انا هلا عندي زبون مهم، روح دبره ولا تخليه يقعد على البلاط، احسن ما يبرد دبره. اوام الله يرضى عليك. روقوا شباب روقوا، خلاص هلا بجيب لكم شاي بايدي. ومالكم بالطويل، فات هالزبون الغني على الحمام الجواني، وكل امله انه يتدلل ويطش المي السخنه فوقاني تحتاني. بس المسكين انصدم لما فات، لانه لقى المي بارده والصابونه مطلسه طلسه والمناشف مهريه والحاله على ما هي. فطلع من الحمام عم يتكتك سن على سن من برده، وحالته مسخمه تسخين. الحاصله ترك الحمام بدون ما يحكي ولا حرف، وبعد مده وباعتبار ما في غير هالحمام بهالحارة، اضطر صاحبنا واسمه أبو صفوح إنه يفوت على الحمام. وكان أبو سعيد وحمامه بأحسن حالاته من حيث الخدمة والنظافة والمي السخنة. يا ناري على المحبوب يا ناري جيدا في الحمام، يا ناري جيدا في الحمام. لا يسلم هالتم يا معلم. شلون الحال ابو محيو اليومي؟ كله تمام يا معلم، المي سخنه عم تحرق حرق وجايه مثل الشلال عم تخدق خدق. والمناشف لونها؟ بيضة ومكويه ومثل التلج. عظيم جدا. والصابون شلون شفت اللي اليومي؟ من اول لمسه بتقب الرغوه، ولو صارت الصابونه قد البروه. حلو كثير كثير حلو. والشاي شو اخباره يا ترى؟ عن السماور تازة، وفي منه أكره وبيتقدم معه بازة. عظيم كثير، سريتني لأنه الأسبوع الماضي بصراحة أنت طوشتني. يعطيك العافية أبو سعيد. أهلين وسهلين ومرحبتين، يا ميت مرحبا، أهلا وسهلا ومرحبا. روح أنت تيسر على شغلك، لو تعلم الأرض من زارها لوضعت أثقالها وأوزارها. يا ميت أهلين 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 وسهلين. أهلين وسهلين. أنا جاي أعمل كم تم عندك. قولك يا ميت أهلين وسهلين ومرحبتين، يا الآبي بالعين. راح احجز
احجز لك مقصوره مخصوص حتى تاخذ راحتك على 24 قيراط، وراح احط لك بخدمتك مكيس على الواقف ومفرك على البلاط، وراح سخن لك المناشف حتى ما تحس ببرودتها على جسمك، ولزمك شيء ثاني اطرق بالطاسه بتلاقينا شبيك لبيك ابو سعيد وصنعيته بين ايديك يا فندينا. هذا عشمي فيك يا ابو سعيد، يعطيك العافيه. ولو يا اهلين وسهلين ومرحبتين، شو بتحكي انت يا فندي؟ الله يخلينا اياك واجبنا هذا واجبنا شبكك يا دا. يا ابو محيا امرك معلم. اتوسع احلى تمصايه ها. يا امرك معلم. يا سعدو. نعم معلم. خليك مع الافندي على الندهه ها. بامرك معلم. ان شاء الله نعيما مباركا نعيما سلفا مقدما حمام الهنا ان شاء الله. يا اهلا وسهلا مرحبا ان شاء الله هيك. الله ينعم عليك يا سعيد. خليك اياك يا ميت مرحبا. اهلا بالافندي ابو محيو. توصوا فيه منيح ها، هذا زبون منسين ايده سخيه قرشو. توصوا منيح ايه فهمت. الله يرضى عليك. وفعلا يا جماعه هالمره فات ابو صفو على الحمام وتهندز وتنعم وتغسل وتحمم ومن جميعه، ولما لبس اواعي اتجه ناح ابو سعيد حتى يحاسبه. ان شاء الله نعيما يا فندي. الله ينعم عليك. الف نعيما يا سيدي. ان شاء الله الف نعيما. مع السلامة معلم. يعطيك العافية معلم. الله يعافيك ان شاء الله، الله يعافيك يا فندي، الله يخلينا اياك. ان شاء الله نعيما مباركة. الله ينعم عليك ويخليك. اللي شلون شفت لي الحمام اليوم؟ لا لا الحمد لله كله تمام. الحمد لله، ألف الحمد لله، ألف الحمد لله والشكر لك يا ربي. أهلين وسهلين أبو صفو. تفضل يا سيدي. شو ها؟ شو عم تعطيني يا أفندي؟ إجرة الحمام. إجرة الحمام نص مجيدي؟ طبعاً، لكن قديش بدك؟ المرة الماضية ولا تأخذني وكانت الخدمة سيئة كثير، أعطيتني 30 مجيدي، بقى شلون هيك؟ إيه لا تدقي أبو سعيد، لا تدقي، اعتبر النص مجيدي عن هذيك المرة والثلاثين مجيدي عن هالمرة. والله خرجوا سكين خرجوا، منيح اللي أبو صفوح طلع من خرجوا. أي والله اسمعوا يا جماعة، في عندي غنية كتير حلوة لازم نغنيها سوا. اي والله منيح عليك يا صوتك يا ابو دياب، هات نشوف. اسكت انت مثل ما كنت ساكت انا. يا شباب اعطوني اغنية زهرة الفلة.
جميعا. طيب يا جماعه، انا هلا بدي اسالكم سؤال. تفضل محمدي. يعني مثلا ليش انا دائما بحكي الحكايات يا صفيه؟ ليش ما بيحكي هالحكايات واحد غيري؟ مين يجرب يحكي لنا الحكايه؟ مين قصدك يا ابو حمدي؟ انت مثلا. انا اعوذ بالله لا بعذرك، انا اعطيك خباز خبز لو اكل نصه. هلا كثير الشغله صعبه تكون حافظ لك حكايه وتحكي لناها. لك يا عمي مو شغله حافظ ولا ماني حافظ، فن الحكايه له اصول. اخي نحن سامحين لك تطلع عن الاصول، مو شغلي عليك. وكفى لطفي يا جماعه كفى. تعود محلي تعال. لا والله ما حدا بيقعد محلك، بحكيها من محلي من هو. طيب مثل ما بتريد. كلنا بامرك كلنا بامرك. هذا يا جماعه الحكايه اللي راح ارويها صغيره كثير. اي نعم. بس لا تخلو من طرفه. هات لشوف. الحاصله. كان في عنا بالميدان جار محترم وغني اسمه أبو رشاد. حلو. وعنده أموال لا بتاكلها نار ولا بيقرقشها فار، ورغم غناه كان طالع عليه صيت إنه بخيل كتير وشحيح، يعني بينفخ على الفرنك بيساوي ربع ورقة. تعالوا نشوف سوا. هلأ شو ناوي تساوي أبو رشاد؟ بالنسبة لشو؟ بالنسبة لكتاب ابنك. ليش شو هو كتاب ابني؟ هاي الحمد لله كل شيء على احسن ما يرام، كتبنا كتابه وعلينا جوابه ومشي الحال، وان شاء الله الشهر الجاي مثل ما اتفقنا مع اهل العروس رح تصير حفله العرس والدخله، وان شاء الله بدوام الهنا والسرور. بقى شو في شيء ثاني؟ ما اختلفنا ابو رشاد، بس كل الناس عم تحكي عليك اذا مالك دريان. الناس عم تحكي علينا؟ ليش؟ شو عملنا عاطل لا سمح الله؟ كلهم عم يقولوا انه عملت لابنك كتاب بدون ما تقرا له مولد، ومو هيك جرت العاده؟ صحيح يا ام رشاد صحيح، بس الظروف حكمتنا، يعني الشغله ما كانت بايدنا، وانت بتعرفي قبل كل الناس انه الخطبه والكتاب تموا بسرعه. يعني بظرف يومين كان الولد شايف البنت، والبنت حاكيه مع اهلها، واهلها شافونا وصاروا النصيب، وانكتب الكتاب بسرعه. بقى لا لحقنا نعزم حدا، ولا نعمل حفله مثل ما كان لازم يصير. لا ما بيصير أبو رشاد، عيب، يعني مو أصول. يا ستي ولا يهمك، بكرة بنعمل حفلة عرس مطنطنة، وأنا بساعد أهل العروس بكل المصاريف، يعني بحفلة العرس منطالع الفرق كله. إلا لا تواخذني بهالكلمة، يعني مو حكي هاد، الناس بتصلي على الحاضر. ما فهمت عليكي، شو المعنى؟ المعنى إنه مو مهم نعمل كتاب ونعزم بس كاتب المحكمة وشوية قرايبين، إما حلوة مشان قيمتك. شو؟ لسه بتقلي مو حلوة؟ ليش نحن كان معنا وقت وقصرنا؟ لك أهل العروس مستعجلين، ما أعطونا فرصة لحتى نعمل مولد يا مرا. إيه ما صار شي، هلأ بنعمل مولد؟ بعد ما كتب الكتاب وخلاص. ليكو التاني ليكو. شو عليه؟ شو صار ماضي عليه؟ يعني ما صار ماضي أسبوع؟ شو في يا أم رشاد؟ إذا بدك تضلي تسمعي حكي النسوان وتعطي إذنك لمين ما كان رح يتعب راسك. يعني فكرك رح يتعب راسي إذا مشيت على أصول؟ بعدين وينك؟ نحن من زمان حابين نعمل مولد، يعني من وقت ما اشترينا هذا البيت، يعني اللي بقصده بهالحالة إنه نحن بنضرب عصفورين بحجر. بقى الله يوفقك، الله يخلي لي إياك، خلينا نعمل مولد ونعزم هالناس لحتى يكون تمام الأمور كلها على خير. والله أنا ما عندي مانع، وبتعرفي معزة رشاد عندي، بس مثل ما عم بقول لك، بعدين بيني وبينك طالع عليك صيت مو حلو منه. صيت؟ شو هالصيت بقى؟ قال انت بخيل كتير، ولحتى توفر على حالك لغيت قصة المولد من عين اصلا. انا بخيل؟ هالكلام مو من عندي انا، هيك الناس بالحارة عم تقول. ما فهمت عليكي، هلا الناس بالحارة عم يقولوا عني بخيل؟ ايه شبك مستغرب. اسمعوا التاني على الحكي، ليش انا بخيل فعلا؟ لا والله على سلامتك، يا ريت كل الرجال مثل حكايتك على اهل بيتك وعلى حارتك. يا كان مين اجاني هالصيت هاد؟ ما بعرف انا، لا تتلبسني انا ما دخلني. ها طيب مين قال لك هالحكي؟ مو واحد اللي حكى هالكلام، اكثر من واحد. ام رشاد لا تكوني عم تفوتي فيني ببواب مشان اعمل المولد، اذا مشان هيك خلاص اطمني راح اعمله ومثل ما بدك بيصير. لا والله مو مشان المولد، بس الناس عم تحكي عن بخلك. لسه بتقلي بخيل؟ ليش مين فتح سبيل المي بالحارة؟ ومين عمر جامع المصلبة؟ ومين اشترى أرض الأوقاف حتى تصير جنينة بالحارة؟ والله صحيح يا أبو رشاد،
معقول؟ معقول أنا ينقال عني بخيل بعد كل هالأعمال هاي؟ يمكن الخدمات العامة الناس عم تنساها برشاد. لا 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 لا، أما هاي سمعة. لا اسمعي يا أم رشاد، أنا بعتبر هالمال يلي معي هو مال الله، وأنا مالي فضل بجمعه نهائيا. الله سبحانه وتعالى موكلني توكيل على إدارة هذا المال وصرفه بحيث ينتفع منه كل الناس. هو صحيح يا أبو رشاد، بس هيك عم ينحكى بنظافة المختار، يعني بالمشرمحي. لا هو شخص واحد يلي عم يحكي هالكلام لحتى نقول مستقصدك، ولا هو. ولك الجمعية الخيرية تبع البر والإحسان إلى مني كل شهر ما فتحوا رزق، بقى ليش لحتى يطلع علي صيد؟ المهم هلأ نحنا لحتى ما يزيد الحكي عليك نعمل مولد لابننا. ايه شو عليه؟ منعمله، ليش لا؟ ايه هيك ها، تسلم لقلبي إلهي، شو إنك فهيم وعقتك يسري. بس بتعرفي يا أم رشاد شو عم يدور ببالي؟ خير ابن عمي؟ جاي على بالي اقلع عين الناس وخليهم يحكوا عن كرم يطول عمرهم. شلون بقى؟ اسمع، بالمولد بيوزعوا صرر ملبس، ما هيك؟ ايه، وبيعملوا كمان رز بحليب او محلاي. مو مشكلة، رح نقدم محلاي وكشك الفقرة ورز بحليب وهيلطية، وخلي الناس تاكل يلي بتريده. مو القصة بس، كيف لك؟ بدي حط بكل صرة ملبس ذهبي رشادية. يوه، ذهبي؟ ذهبي بكل صرة؟ وليش لا؟ حتى يعرفوا انه المصاري مو بعيني، واليد العليا خير من اليد السفلى. وبدك تعزم ناس كتير؟ المشكلة بيتنا مو كتير كبير، بس ولا يهمك، الناس بتقول لبعضها، ورح خليهم إجباري خصم عنهم يقولوا عني إني كريم وسقي. يروح الله يمد برزقك يا رب، والله هي أحلى فكرة بتخطر على البال. ولا يهمك، رح أعزم أهل الحارة كلها، والمولد بإذن الله يوم الخميس الجاي. تقبر عظام يا أبو رشاد، شو نيتك صافية وقلبك طيب. حبيبي فلا تهجروني فهجري.
تعبان يا خير ده. رشاد مع مرتك بجاه كل من إله جاه عند رب العالمين. آمين يا رب. الله يجعل بداية العيشة. الله يسمع منك. إيه أختي قومي، صار وقت الضيافة. نادي لرشاد خليه ياخذ يضيف ملبس. يلا. على راسي وعيني. نعم خالتي. خذ صرر الملبس تقبرني ووزعها على المعازيم. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيكي ويخلي لنا اياكي. خذ امي. هات يا امي. وزع هدول وتعال خذ الباقي. على راسي يا امي. تفضل عمي تفضل. الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم. تفضل. ان شاء الله الف مبروك يا رشاد. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. نتهنى يا عريس. الله يبارك فيك. مبروك. الله يبارك فيك. ان شاء الله الف مبروك يا ابو رشاد. الله يبارك فيكم وعبال الحبايب كلها. تسلم يا ابو رشاد. تسلم تسلم. ليك محمود، ليك شو حاطط بسرة الملبس؟ معناتها حاطط بكل سرة ليرة ذهب. بس ليرة واحدة؟ العمى شو بخيل، معه كل المصاري ما بيحط غير ليرة واحدة، ايه حط ليرتي. لك يا سيدي معروف عنه ابو رشاد انه بخيل وايده ماسكة، هيك الله خالقه هيك طبعه. يعني عجبتكم الحتوته ولا ناكته ومفتوته؟ واحد يحكي الحق. حلوه كثير. اي والله. اي والله حلوه. اي والله يا ابو زاهر الله يرضى عليك، حاجتك بقى تندحش جنب الصوبيا وحاجه تكبي. تعال لهون تعال لهون، هلا بصيبك اولنج. اي والله اجتني الناعوسه على هالدفايات. يا الله. تعال ابو زاهر اندحش جنبه. تعال تعال زهير تعالوا عندك عندك. ايه يا جماعة هلأ صار وقت الطلب. ايه يا غصن نقى. تكرم ابو حمدي انا بامر الحاضرين. حضرات القرايبين الأوفياء، كان يا مكان في جديد الزمان شخصين ولاد حارة واحدة بتجمعهم ببعضهم
صداقة حميمة ومعرفة قديمة، وكان روح قلبون يتمازحوا ويعملوا مقالب ببعضهم حتى يضحكوا ويمرحوا ويتسلوا. وكانت بقى سيدي تنتشر أخبار مقالبهم بالحارة، تنتشر طولة وعرضة، وكل ما طلع الضوء وإجا نهار جديد كانت الناس أول ما تسأل تسأل عن المقالب الجديدة يلي عملها أبو جميل مع أبو فياض أو العكس. الحاصله بلا طول سيرة بقى سيدي، كان أبو جميل متجوز تنتين نسوان، وكل مرة مسكن أبي بيت. شو أبو جميل؟ شايفتك صفنان وسرحان، بإيش عم تفكر تقبرني؟ سلامتك، ما في إلك الخير. إيه ستي، شو بدك تعشينا اليوم؟ كل شي موجود، أنت بس اطلب وتمنى. يا ستي بدي من تحدياتك شربت كشكة، حاكم الدنيا برد، والكشك بيخلي البدن مثل النار. من عيوني. بس قبل ما أحط لك العشاء بدي أسألك سؤال، وبتمنى بتمنى تجاوبني عليه بصراحة. اسألي شو بدك، وإن شاء الله ما بجاوبك إلا بالصدق مثل ما عودتك. بس ما فينا زعل، ها؟ ليش سؤالك بزعل؟ مو قصة بزعل، بس بخاف أحرجك. لا لا، ولو قولي ما رح أنحرج. والله خايفة سؤالي أحرجك. لا لا، قولي ما رح أنحرج. بس خايفة يكون يعني إنه. ولك قولي ما رح أنحرج، خلاص لا تجنيني. حاضر رح أقول. يا ترى مرتك جديدة شلون بتدللك؟ يعني شوفي عندها أساليب بالدلال أنا ما بعرفها. ما عندها أساليب ولا بطيخ بسمير، إيه بدها 100 سنة حتى تتعلم بعض ما عندك من الخبرة والحنكة بتدليل الرجال، يعني لساتها بدها فت خبز. يعني أنت تنبسط عندي أكتر ولا عندها؟ أنا طول عمري ما بنبسط إلا عندك. إيه ليش اتجوزت لكان؟ لا يا ابتهاج، لا الله يرضى عليكي، لحد هون وبس، لا تفتحي لي هالسيرة، خلينا رايقين عند المساء. طيب ليش بتنزعج كل ما بفتح لك سيرة اعتدال؟ ما بنزعج، بس أنا بحب نطلع بسمرة وفائدة من حديثنا، يعني ما بحب السرسرة اللي بلا طعمة. طيب شو آخر هدية هديتها ياها؟ شقفة قماش مخمل. يعني أحلى من اللي هديتني ياها؟ لا ولو، شو جاب لجاب؟ شقفتك أحلى بكتير. طيب أبو جميل ما بتتذكر إلا بشغلات، بتنساني إلي بشغلات؟ لا أبداً يا ابتهاج، أبداً ما حصل، لأنه أنا بحب العدل بين الزوجات، يعني ما بميز واحدة عن الثانية مهما صار. بس أنا بنبسط إذا ميزتني. هو أنا ميزني بإيش؟ بكل شيء. لك مثل شو؟ لك شو مثل شو؟ يعني بالهدايا والتدليل والمشاوير والكلام اللطيف، وإنت من زمان ما سمعتني كلام لطيف. شو القصة أبو جميل؟ يا ترى نشف لسانك ولا مخبي الكلام الحلو لضرتي؟ أعوذ بالله، والله المسكينة ما بتسمع مني كلمة بتبل القلب. ليش عم تقول مسكينة؟ كأنك متعاطف معها. أمنت بالله على هالليلة، لك شو بدي أقول عنها لكان؟ الكلبة؟ لا حاشاك أبو جميل، عفوا. طيب هي شو الكلمات اللي بتقلك ياها وانتو قاعدين بالسهرة؟ لك والله ما بعرف. معقول أبو جميل؟ لك ايه معقول، لانه اعتدال بتقطع وبتلحش على جنب. ماشي، طيب انا احلى ولا هي؟ لا طبعا انت. بس هي اصغر مني. لك ولو كان، ولو كان ما دخل، مو كل صغيرة حلوة، ولكن الكبيرة مشعة. ليش انا اكبر؟ لك ما عم اقول هيك. ليش انت لما اخذتني كنت كبيره؟ اصلا انت مشيت لحفيت وبكيت لحتى عميت حتى قدرت تاخذني، مع انه اهلي كانوا موافقين، بس انا رفضتك. ما بتتذكر اني انا رفضتك؟ مبلا بتذكر. ما بتتذكر شلون سفقت باب الصقاق بوشك لما اجيت اول مره انت واهلك حتى تزورنا ورفضتك، وصرت تبكي مثل اولاد صغار، وكنت راح تسمم حالك بسم الفار، بس الصيدلي قلع. أمبلا بتذكر، بتذكر منيح، يشهد علي ربي إني بتذكر. طيب ليش طلع خلقك كل هالقد؟ يعني لو كنت قاعد مع اعتدال وسهرانين ومبسوطين تسترجي طالع خلقك عليها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أخ 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 معك خير تقبرني خير.
ابن عمي. مرتي عم تبغصني كثير. يبعث لي حمى سلامتك. روح قلبي تقبر عظامي تقبر طولي. يا حق ريته الوجع لمعدتي ولا معدتك ولا يمك. رايح اعمل لك كاس تزورك. لك ريتا ما تبلى هالقعدة. ايه ريتك تطلع على قبري يا ابو جميل. شو لك حضور وهيبة؟ ولك تسلمي لي اعتدال على هالكلام الحلو. قلي شو بدك تاكل اليوم؟ اشر لك بردقانة ولا تفاحة؟ ستي ما بتفرق، السم الهاري بيصير بين ايديكي بلسم شافي. هالحكي طالع من قلبك ولا عم سايرني مسايرة؟ لا والله مو طالع من قلبي. مو طالع من قلبك؟ لا مو من قلبي، لأنه طالع من صمصيم قلبي وأعماق فؤادي. لك تقبرني شو بتعرف تحكي؟ والله أنا ما بطلع نقطة بحرك. يعني كل هالتدليل وهالتغنيج وما بتعرفي تحكي؟ صدقيني بيطلع بإيدك تعطي دروس لنسوان الحارة كلهم. طيب بدي أسألك سؤال أبو جميل، إذا كنت بتعزني وشايفني ومصدق، وإذا كنت بتحطني على راسك بتجاوبني بصدق؟ ولا يهمك، نحن لها. هاتي لشوف. هلأ هاي اللي ما بتتسمى ما بتسألك عني؟ وشو دخل فيك حتى تسأل؟ يعني إلا ما تجيب سيرتي. معقولة ما تجيب سيرتي بنوب؟ هو أحيانا شو بتسألك عني؟ بتغار مني مو هيك؟ مو قصة أنه تغار، لأنه في أحيانا طبعا بدها تغار مني. يعني أصغر منا وأحلم منا وأجدد منا وكل جديد وإله لذة. إيه والله حقا تنفلق فلق لما بتجي لعندي. إيه هو هالأحاديث اللي بتخلي الواحد أبو جميل تخلي. وين بترتاح أكتر؟ لما بتحط راسك على مخدتي ولا لما بتحط راسك على مخدتي اللي ما بتتسمى؟ هو من جهة المخدات، فالمخدة اللي قلي أبو جميل شلون بتعاملك؟ بتتنتور فيك ولا بتحسب لك حساب؟ لا اعتدال، شو تتنتور؟ لا تنسي انه في بيناتنا عشرة عمر، ويلي ماله قديم ماله جديد، وابتهاج من جهته، ويشهد ربي علي. هلأ بلا ما تذكر اسمها قدامي وخلينا رايقينها. اصلا لو كنت مرتاح معه ما كنت تجوزتني. قلي ليش تجوزتني؟ مو لانه يلي ما بتتسمى انتهى مفعولة؟ لا ما بتقدري تحسبيها هيك، لانه انتهى مفعولة وستين انتهى كمان. لا تقعد تعمل لي بالرز بصل. طيب قلي طبخة أركز ولا طبخي؟ هو طبخي. طيب شو بتبعت الأغراض؟ هو نفس الأغراض يلي بتبعت لي ياهم تبعت لي ياهم، ولا أنا عندك أهم؟ إذا أجينا للحقيقة طبعا أنا أهم. شوفوا أنا التانية شو بسأل. طيب بدي أسألك. أكيد هدول رفقاتي بدون ياني بالقهوة قايم شوف مين. يا أنا ما بتجوز مرة تانية طالما في نفس بصدري. لك يا العمى في حدا بيجيب الدب لكرمه؟ ايه نحن بوحدة مو مخلصين. فعلا يا الطياب، مثل ما قال المثل، مو كل مين اشتهى قال ولا كل مين اتمنى نال. الجواز مرة تانية بتروح من هيبة الرجال ما في مجال. طبعا، لأنه مثل ما قلت يا الطياب، الرجال رح يضطر يتساخف من شان يساير نسوانه. لا وكل واحدة منهم بدها تشده لعندها من أدانه. يا حبيبي وهذا اللي كان ناقصني والله. لك بتعرف انا اذا بسعل سعلي وحده بالبيت مرتي بتتوضى باللبن. بقى خليني ملك وعندي بيت واحد احسن ما تنزل مرتبتي وصير وزير ويكون عندي بيتين. طيب بس بدي افهم شلون ابو جميل عم يوفق بين نسوانه، وبالتالي شلون عم يقدر يشتغل ويفتح دكانه؟ لأنه ما بتصور زلمي عنده حرمتين وراح يضل باله مرتاح، مو هيك أبو فياض؟ ولك مين قال لك هالمعتر أبو جميل مرتاح؟ إجا أبو جميل غير الحديث. بس وينه بدي أعمل معه اليوم فنطي حتى حط حد لبهورته، لأنه المنظوم عم يدهي بعقلي حتى أتجوز مثله ودوق يلي داقه. السلام عليكم. أهلا أبو جميل. أبو جميل شو شايفك تأخرت على الموعد اليوم؟ شو القصة؟ قلي قلبنا عليه بيظهر نسوانه قافلين الباب عليه. هلأ راح تشتغلوا فينا؟ إيه لسه ما قعدنا. يلا اسمحوني أنا. وين؟ وين يا مهوي؟
يعني حضرة الملائكة هربت الشياطين؟ لك لا يا أبو جميل، بس في عندي مشوار ضروري لازم أقضيه وارجع. وشو المشوار دخلك بقى؟ واعد واحد بشغلة ضرورية كتير كتير وعيب أتأخر عليه. هلا العبوا لكم كم دق طاولة لبين ما أرجع. ايه ماشي. يلا السلام عليكم. مع السلامة. الدين أعطينا طاولة زهر لهون. مرحبا عمي أبو رامز. ليه ساليهم فياض أمور؟ بدي صدرك نافة مغشوش صغير. إموال عيني منيح هاد؟ عز الطلب، بس بدي صبي من صبيانك الحلوين يوصل لي إياه. تكرم عينك أبو فياض. تعال يا ولاد. نعم علي. خد دعمك أبو فياض يا عبيد، بسرعة يلا واطير. يلا بسرعة. يلا. روح دق الباب. وفهمها مثل ما فهمتك. يلا شوف. حاضر سيدي. روح. مين؟ أنا أختي. افتحي. أمر. في معي صدر كنافة مغشوشة، بعت لك يا جوزك أبو جميل الله يخلي لك إياه. يسلموا دياتك، هاتوا. بس عفوا أختي، هذا بيت مرته القديمة ولا الجديدة؟ لا هون بيت مرته القديمة. لك لا تواخذيني دخيلك، اعطيني هالصدر اعملي معروف. ليش بقى؟ لاني خربطت، ابو جميل قال لي ودي لي هالصدر لبيت مرتي الجديدة. هو هيك قال لك؟ طبعا، لكن من عندي. اروح تروح روحك، ريتو سم الهاري، ليه؟ شلون معلم؟ ولك عفاري بعديك، الحقني لشوف. افتحي يا خانم افتحي، في معي غرض بدي اعطيك اياه. مو هون بيت ابو جميل؟ بلا هون. افتحي لكان تعبت ايدي افتحي. خير، شو هالغرض بقى؟ صدر كنافة مغشوشة. كتر خيرك يا اخي، يسلموا ايديك. لحظة يا خانم لحظة، اعملي معروف. خير، شو في كمان؟ بدي اسألك سؤال. تفضل اسأل. هون بيت مرت ابو جميل القديمة ولا جديدة؟ لا هون بيت الجديدة. لك لا تواخذيني. بشو؟ بالظاهر اني خربطت. ابو جميل اللي ودي صدر الكنافة لبيت مرتي القديمة. هو هيك قال لك؟ طبعا، لك من عندي. ايه روح روح ودي لياه، ريته زهرمان البخاري ان شاء الله. عفارم عليك، هذا الصدر قال لك روح انت لمحلك. حاضر معلم. السلام عليكم. وشل لي هالطاولة الزهر من ايدك لالا. وعليكم السلام. شو شايفك حامل ومحمد؟ لكان هذا صدر كنافة مغشوشة. عرفت بقى وين كنت وشو المشوار الضروري يا ابو جميل؟ لك ليش هالسئلة يا ابو فياض؟ بارك الله فيك، فعلا انك كريم وسخي وصاحب واجب. يا محيو هات سكينة ومعالي وصحون الله يرضى عليك. لك مين في ورا الباب؟ انا. افتحي. ليش مدربس الباب؟ انا اجيت. هذا انت حبيب قلبي؟ ايه روح روح تيسر لعند حبيبتي القلب والفؤاد تبعك. ولك شو مناسبه هالحديث هلا؟ افتحي افتحي يا خلصيني. لك بعت لها للخانم صينيه كنافه يا بعدي. ولك انو كنافه هي؟ ولك افتحي هلا بلا فضايح، لا تنسي اني واقف بالطريق. وليش لحتى تضل بالطريق بعدين؟ روح حبيبي روح روح، كل كنافة ببيت الحبيبة أستر لك إن شاء الله صحة، وأنا على قلبك وقلبه نومي بهالبيت ما في. فهمت؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسيطة. خير. ليش عم تدق الباب؟ شو بدك بأنصاف الليالي؟ أنا الباب مدقرته. وليش لحتى تدقري؟ وشو بهمك من هالشغلة أنت؟ أنا أصلاً مدقرته. بس الدنيا بخير، ما في داعي تدقري. والله وأنا التانية كنت مفكرة الدنيا بخير، بس كنت غلطانة. شو قصدك يعني؟
يعني منيح يلي إلك بيتين، ولا كنت يا حرام رح تضطر تنام بالطريق. ولك جنيتي اعتدال؟ لك خلصيني بقى، افتحي برا تهريج ناشف، بدي فوت اكل واتمدد فرصان من تعبي. ولي على قامتي جوعان يا روح قلبي. البسيطة روح كل كنافة مع يلي ما بتتسمى. ولك انو كنافة هي؟ ولك افتحي خلصيني، لا تعمليني فرجة للريح وجاية. بعت لها صدر كنافة مغشوشة يا ابو قلب حنين. ولك بلاش دان هلا، افتحي عم قلك احسن ما كسر الباب. ها كسره اذا كنت شاطر، بس انا من جهتي ما رح افتح لك. وبهالصورة هالمسكين ضاع بين السفائين، واضطر بقى سيدي يروح ينام ببيت اهله هديك الليلة. وتاني يوم الصبح تاني يوم بقى سيدي اجتمع مع رفقاته فصاروا يضحكوا حتى قبل